نعم، خضر الساحة العراقية تشهد توترا أو حرب التصريحات كما تسمى في كل فترة وأخرى. نشهد هنالك حرب تصريحات بين فصائل المقاومة كما تسمى وبين السيد الكاظمي. حتى هذه اللحظة التوترات ما زالت قائمة بين فصائل المقاومة والفصائل الموالية لإيران والسيد الكاظمي. هنالك انتشار أمني مكثف حول محيط المنطقة الخضراء، أيضا حول مناطق أطراف بغداد بما فيها الطارمية، وأيضا المناطق التي تطلق منها صواريخ الكاتيوشا على السفارة الأمريكية. بالتالي فإن التعامل الأمني حد هذه اللحظة شديد الحذر، على اعتبار هنالك مسيرة لبعض الجماعات الموالية للنظام الإيراني قرب ساحة المطار، بالقرب من مكان استشهاد الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس، وايضا نائب رئيس هيئه الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس. بالتالي كل هذه الامور السيد الكاظمي حسبها بكل خطوه مع قاده امنيين على مستوى رفيع وباجتماع عالي المستوى. بالتالي القوات الامنيه منتشره في كل مناطق العاصمه العراقيه بغداد لتامين على الاقل هذه الايام من أي ضربات محتملة للسفارات الأمريكية أو البعثات الدبلوماسية طيب أو معتز، السفارات هذه الأمريكية كانت الإجراءات يعني الأمنية العراقية، هل من تحركات أمريكية على الساحة العراقية اليوم؟ نعم، بكل تأكيد هنالك بعض المصادر تشير إلى أن هناك تحركات أمريكية من شأنها أن تستهدف بعض القادة، بعض قادة الفصائل الموالية لإيران في تلك المسيرة التي تقام اليوم، أو هنالك تظاهرة تقام يوم غدا لنفس الفصائل. بالتالي هنالك مصادر تؤكد أن أمريكا إذا ما أرادت الاستهداف سوف تستهدف بعض العناصر في هذه المظاهرات أو هذه المسيرة، لكن كلها حرب تصريحات حتى هذه اللحظة. لا يوجد شيء على أرض الواقع سوى انتشار القوات الأمنية. أيضا إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس اجتمع مع بعض الفصائل الموالية لإيران أو أربعة منها وهي الأكثر فعالية في العراق، وأبلغهم الاستعداد في حال تم يعني في حال تمت مهاجمة المصالح الإيرانية في العراق، فسوف يقومون بمهاجمة المصالح الأمريكية في بغداد. بالتالي لحد هذه اللحظة كما ذكرت وأسلفت يعني أن هنالك تم حرب وضع تصريحات فقط. العراق كساحة للمواجهة وبشكل علني، ليس كذلك معتز؟ بكل تأكيد لحد هذه اللحظة، وحتى في حرب التصريحات هو العراق ساحة للصراعات السياسية بين السياسيين الخونة داخل العراق الموالين لإيران والسياسيين الخونة الموالين لأمريكا. وضحت جعل العراق الفكرة، أعذرني على المقاطعة، انتهى الوقت مخصص لهذه المداخلة. مراسلنا معتز أيوب، أنا أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات والتفاصيل، كنت معنا مباشرة من بغداد.